مازلت نستقبل تليفوناتكم على رقم 71 113 1071 113 1000، ولا اتصلوا بنا على الصفحة الرسمية لموزايك فام على الفيسبوك، تخليوا رقم الهاتف متاعكم. وأيضا ملخص الحكاية اللي تحبوا تحكيوها في برنامج سرك في بير بطبيعة الحال على الإنبوكس المكرمة الهاتفية الأولى على الرقم 71 113 1000. ألو مساء الخير. ألو عسلم. ألو عسلم سيدي، مرحبا بك. أهلا بخويا الغالي. مرحبا بك خويا، شنو حوالك؟ لاباس يا علاء. لاباس عليك خويا. لاباس ومش لاباس يا غالي. شكون من لاباس لاباس لاباس؟ تيوانا الناس كل مرة لاباس مرة مش لاباس. مرحبا بك يا حما، شنو حوالك خويا؟ الحمد لله يا غالي. لاباس، جو راك يا حما. مانيش لاباس خويا علي، انا مادام طلبتك مراني مانيش لاباس. اي شبيك شبيك قول لي. اي وصل بيني خويا، انا عندي شكون يخي على الشطر يخون فيا خويا. بشويه يا ولدي، اللهم صل على النبي، بشويه من الضربه الاولى بديناه بشويه. علي والله اربع ايام ما فيش تخدم. لا 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 وصل. محمد محمد خويا، ما كاينش لا شرب خويا باختصار. محمد خويا كلمك كلمتين من بعد نتقابل برا، تحبني نجيك تو، نحب نجيك غدوه في اي وقت. اسمعني محمد، نحبك توصل لي نسمع فيك شويه بشويه. وكل مشكله لها حل يا ولدي. انا مشكلتي متحله، كلمت ما كانش راني باش نتصرف تصرف الاخر. شنو التصرف الاخر اللي باش تصرف؟ باش ندخل راني في غيبوبه، باش نحسبي نبيع الدار، باش نهجج الاولاد وبرشا. يا راجل يا راجل يا راجل شوي باهي علي. انا لا تبيع الدار ولا تدخل في غيبوب ولا تهجج الاولاد ولا تطلق ولا تعمل حتى شيء. ايجا خلينا نحكيو بالسياسه، انا نحكي مع من خويا غير ما ننفعلو، ونعاون خويا باللي نجم حتى خارج الخدمه نعاونك، ما عنديش مشكله. هي انا ايش قلت لك، انا طلبتك نعطيك تفسير ومن بعد خارج الخدمه باش تعاوني، يلزمك تعاوني. باهي نعاون خويا، با دو بروبليم، وهذه خدمتي ما فما حتى مشكله. باهي ايش انت مش خدمتك انت ولد اصل وتقطع مصروفي يا خويا. يا ولدي نعمل اخر، كان النجم نعمله الخير نعمله مع خويا، كان ما نجمش راني ما نجمش. انا قلت لك النجم، اما بشرط احكي لي احكي لي بصراحه خويا. مانيش شوف باش انا نجم انا نبربش التليفون للمراه. استنى قبل ما تبربش انت، المراه هذه قداش عندك معرس انت وياها؟ يا ولدي عندي من 2001 من 2001 تبارك الله، توا 10 نتاع 18 سنه مش شوي. يرحم ولدي. هكا ولا انت المراه هذيك خديتها حبيتها ولا؟ اسمي حبيتها، تاعت ضربت عليها العقل مش خديتها. اي اي واضح خويا. اي العالم داونت عليها. أي؟ خذيتها وعرسنا، جبنا صغيرات داونا رواحنا، خذينا شوية تراب بنينا. أيوة. تكتكنا تخدم، هي تخدم وانا نخدم، تكتك تكتك، خذينا بشوية عملنا ديرة، رجلنا امورنا خويا. جبتوا صغيرات وكل شيء خويا؟ جبت ستة صغيرات، عايش ثلاثة وماتوا ثلاثة. علاش توفيوا ثلاثة سمعني؟ واحد طايحته. باهي هذاك طاح قدرة ربي هذيك. والاخر قال لها اسبوعي اسبوعي نقولوا فما مشكله في الحمل ولا في الولاده، مش مشكله. والاخرى جاتها مين جيت توفيت مين جيت. باهي عمرها محبوب عام. سامحني مشيتوش في السبيطار عيطوا لكم شي؟ باهي مشينا من بعد، هي صارت غلطه نحن مش لقناش بها، صارت غلطه جاتها سخانه مش لقناش بها، من جات ما بين السبت والحد. ابار ما فهمتنيش، كي تبدا حالات وفاه في وسط العائله تبدو مضطربه ولا لمشكل صحي، فما ما يسمى قسم الامراض الوراثيه في مستشفى شارل نيكول يعيطوا لاي عائله صارت فيها وفاه. لا لا عيطوني بعد ما تقول عيطوا لك ولا ما فماش مشكل وراثي؟ ماشي مشكل، ما فماش مشكل وراثي ولا حاجه. اي الحمد لله، المهم عايشين لك ثلاثه. اي عايش ثلاثة خويا. لا غالب صارت نبذة هي وبنتها، نحيت لها التليفون البنية. البنية ولا شكون البنية؟ بنتي نحيت لها التليفون. نحيت التليفون بنتك؟ أخذته المدام خويا. ما فهمتكش. نحيت لها بنتي، نحيت لها التليفون. إي أخذته المدام. نحيت لها التليفون، أخذته المدام. يرحم والديك. أخذت التليفون بنتي، قلت لها تليفون بنتي نحيته لها. إي قلت لها خليه عندك يا امرأة. إي واضحوني خويا ولا واضح؟ واضح. المرأة تستعمل في التليفون بتاع الخدمة. تستعمل في تليفون بنتها.
ايوه استخلت لك العالم نتاع الفيسبوك واضح. اي نتاع امي اطلب لي راني نحبك اطلب لي نورمال ما عم باليش تكلم ما عم باليش انا ما عم باليش شنو امي راني نحبك ما فهمتش فاهم تسمع فيا تطلب في انفيتاسيونات تبعت مرتك تبعت في ديزانفيتاسيون على اساس بنتك ولا مرتك؟ لا مرتي تو تو البنيه تكيت على شارع فيسبوك المراه شو قلت لها زريقه تكيت البنيه شو زريقه اللي عملتها؟ انا حيت لها البورتابل اي قلت لها تحب قرايتك ماكش تحب بورتابل المدام عملت فيسبوك دونك عملت فيسبوك ايوه عملت صحابها اميات مريقلي اي من حقها ما مش ايه ايه هذا وياك صحيح اخويا مخك مشيخ انت تو باهي ليلة راس العام خويا راس العام هذا ايوه عيطوا لي البنات عيطوا لك البنات عيطوا لي الاولاد ما نسميهمش البنات عيطوا لي ولادك ولادي اش قالوا لك؟ قالوا لي بابا نحن ندخل وهي تدور تليفون اولادك كبار ولا صغار؟ نقول لك صح ايه صغار واحده عمرها 11 والاخرى عمرها 9 يدخلوا هما هي تدور التليفون تدور التليفون من الاول ما انتبهتش خويا العزيز راه وبيت نخدم بالليل نروح المرقد قلت عليا في الضرب زريق دروقي لطف عليك اي ولا خويا العزيز هو خويا نهار سالف عاودوا لي الحكاية قلت لهم هيا وين قالوا لي دخلت للدوش جبت البورتابل خويا بورتابل المدى يا ريت اللي جبت البورتابل اش لقيت في البورتابل يا محمد؟ لقيت برشا حكايات خويا ما نجمش نحكيهم لك راهو يجي نقابلك نحكيهم لك نوريك البروف خويا شنو هو الحكايات سما؟ تحكي مع شكون؟ تحكي مع واحد اش تحكي معاه؟ اش تحكي معاه؟ اش تحكي معاه؟ اي سكن لها في مخها المرأة طالبة طلاق مني انا بجد ايشات اش تحكي معاه؟ علاه راني نحشم منك تو باش نقول لك كلمه باش نقول لك كلمه تقولها لي اذا طلبت راه لا لا مش باش تعود لي شنو هو الكلام يعني حب وغرام وعلاقه بينه وبين شخص دخلوا في عين حب وغرام اه كان جاي حب وغرام في الهم عزاز تو نشربها ونسكت مالاش اقوى من حب وغرام اخويا شنو الراجل والله منبه عليها قالها ما ترقد مع راجل والحاج يا رسول الله هي ومن هون يفهم الباقي خويا نتقابلوا ونوريك بروف خويا ويحكم بحكامه معناتها لا لا ما يسالش ويحكم بحكامه السيد معناتها ما تعملش وما تعملش وما تعملش يرحم والدي وهي على علاقه بيه نتقابلوا على علاقه كيف فكت لها البورتابل البارح البارح فكيته لها البورتابل فكيته هاو فوق مني يا معلم اي هكا هاو واش تحب يا اخي تعرف قداش من الميساج خويا اي 300 مساج 300 مساج 300 مساج يا معلم أمان عليه أمان يا باهي آه قل لي ما عندك نمرو يا ولا إيه عندي نمرو موجود نقابلك في كل وقت اللي تحب مرحبا بيك لا 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 مرحبا شوف أنا نحكي معك قلبي وجاني ما توجعتني إيه بشوي 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 خلينا نفهم خلينا الراجل هذا قابلت ولا ما قابلتوش؟ ما قابلتوش ما قابلتوش أما الفيل أمور هذاك توا هذاك هذاك هي تسمع فيا هذاك على الفيسبوك. باهي خويا كي انا وجهتها قلت لها شنو قالت لي حاجه عاديه قلت لها حاجه عاديه يوريك في نفسه ويوريك في الحكايات الكل يوريك 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 ما عادش نجم عليها لعبت عليها الدخان محمد اسمع انت مازلت ساكن معاها في الدار ولا في داري يا اخي باش نخرج انا نخليها لها تطلع فيها باش نخسر اولادي يا اخي انا على خاطر اللي عملته هي اللي عملته هي اللي شهواتها كي تعاركت معها اللي عملته هي يظهر لها عادي لا 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 كي واجهتها يا محمد اسمعني كي واجهتها محمد كي واجهتها ظهر لها عادي اللي تعمل فيه عادي قلت لك انا عادي انا عادي قلت لك بلا باش نسال السؤال يعني دار الشيء هذايا عادي يصير ما بين الراجل والمراه معرفين لا ما يصيرش اما ابصر لها وقتاش يصير اسمعني اسمعني انا مانيش باش نبرر لها ومانيش باش نجي مع اللي عملته تفهم فيا ولا باش ناخذ موقف معناتها بون موقف من اللي عملته اوكي اما باش نبين لك كيفاش الانسان ينجم يغلط عبر مواقع التواصل الاجتماعي
يا اخي قلت كلامك بالعسل. يا اخي اسمعني صحيح انت غلطت. انا شربت وطيحت من روحي على خاطر ولادي، باقي فرعنا لا بي. طبيعتك انت، علاقتك انت ومرتك هالايامات والاشهر هذوما كيفاش؟ صفا ولا ما كنت صفا؟ صفا اما تمسك علي حاسسها، خاطر انا خويا نخدم في خدمه كي يقول لك تسمو لي عندنا التليفون ما نعاودش، خاطر قاعدين نستنطوا العباد. انا انسان معروف وما نحبش نحكي برشا، وجيتني برشا مرات بحالي. تخدم بالليل؟ نعم تخدم بالليل. بالليل اي سامحني. وجيت بحذايا وقلت لي العروس تخل، قلت لك اي وسلمت عليك وحطيت الكهرباء نتاعك على اليمين وطلعت، وما نحبش نقول لك على البلاصه وما نحبك تو بقي نقابلك تعرف اني تشوف. اه اوكي جيت في الصيف ما تجبدش حتى بلاصه. ايوه عرفتك. اي 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 لا عرفتك تو عرفتك سي هاكا خشيت وروز عرفتك. لا, لا. راجل طيب. ايش نقول لك انا نعرفك بالقدا، انت راجل طيب وتقابلنا مش مرة أكثر من مرة، وتخدم على روحك بقلب ورب، وخدمة الليل ما فيها شعار ويعطيك الصحة. تخدم على روحك، يعطيك الصحة. بيه شوف سيدي ركز معي، ساعات ربي تبعني يا محمد في هذية وراني مانيش معاها في اللي عملته، أما نحب نقول لك كيفاش الإنسان ينجم يغلط الغلط هذو. تعرف كيفاش يغلط خويا؟ على خاطر هو إنسان لاباس عليه يغري فيها. أنا نعمل لك وقلت لك أنا كي تفرجت في السيكونسيات وتصاور مخي يقف يا معلم، شفته راجل معرس. شفت راجل شفت. معرس كاتب بزداقه شفت وباسم بالعشرين صباع بيعملش كي ما عمل له. تعرف يا محمد أي غالي هالفيسبوك وهالإنستغرام وهالحكايات إذا كان تسيء استغلالهم راك تنجم تمشي في هاوية وتنجم حتى تدخل الحبس. أيه. أيه. احنا اللي صار ماهوش اساءة استغلال باش تدخل الحبس. أيه. اللي صار هو نجم يدخل الحبس، لا تنجم تدخل الحبس بيان سور. أيه. اللي خيانة. أيه. موثقة. أيه. اما ايش يلزم هي ولا انا؟ لا لا هي انت خطيه. أيه. انت ما عندك حتى دخل. أيه. انت ما عندك حتى دخل. اما أيه. نسال سؤال انا. أيه. علاش المرأة التجأت باش تعمل علاقة مع راجل اخر غير راجلها؟ من الاخر انا رنخت من الروح تاعي زدت عليها المرمى زدت عليها قرض سمعتي خويا فدت المرأة فوالا هي فدت تقلقت شوية انا جنجان شوية وعصبانة شوية اما قمم ما كنتش تصورها باش تعمل هكا. صحيح مرتي تجنجل عليا شبيك مكش دي ساعات نحب باش نكشفها تقول لي خرج عليا. انت قصرت معها شوي كمان. فيش قصرت يا خويا؟ انك تروح تعب، انك ماكش لاهي بيها، انك تروح الصباح والناس تتقابل مع رجالها وقتاش في العشيه في الليل، خدمتك زاده خليتك موخر شوي على مرتك وعلى صغيراتك ما نكلموش على بعض. هذه زاده هذه لا مش غلطك تخدم في الليل. ليه 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 هاي. انت ما غلطتش انت ظروف الحياه انت ظروف الحياه وقسمك يخلي غيرك يغلط يخلي غيرك يغلط معاك. فهمت؟ الله غالب. لو كان اي لو كان جيت انت استاذ ولا مهندس ولا كذا ما تخدم في النهار وتروح لمرتك جيت وكنت لابس عليك راك لابس عليك. اما انت خدمتك انسان زواني اتلقت في رزيقك باش تربي هيك ثلاثه صغيرات وتوكل وتشرب وتعمل. يا اخويا علي انا هكا نحمد ربي ونشكره واللي راضين عليا والجاية واللي عملت الدويرة كي لعبت كوكي الناس. شوف خير من الناس وأقل خير من الناس وأقل من الناس وكيف الناس فوالا. أنا مانيش نبرر لها ولا نقول خاطر خدمتك لزتها هي غلطة على طول الخط. أما ديما السؤال اللي يطرح باش نعرف غلطنا زادة حتى كان خدمتك ولا ظروفك خلاتها هي تغلط مش باش نبرروا لها ولا باش لا ما نعرف يا خويا علي والله انا نخليها في حد شيء. نعرف اللي انت ماكش مقصر اقسم بالله حتى من الغله نجيبها لها نحطها لها جيبها لها هي ولصغيراتك حتى تيبس اللي نصور وقولها تفضل وشهريتك الكل تمدها لها وتحطها لها تفضل يا معلم. شفت مقساها انا ما عنديش الحق باش نباشر مرتي. لا من حقك مرتك حلال واضح. هيا اخويا تسمع في كلام
حتى انا كنوريك يجيني يجيني تنوريك تقول لي يعطيك الصبر كيفاش ما مطش. باهي اسمعني اسمعني. فوالا خويا. توا انت اش قررت؟ انا خويا اخزل من الاخر خويا. انا ما نحبش نخسر ولادي. باهي. ولادي متعارفين بيا. باهي. واضح؟ واضح. انا عملت لك تليفون ما تلزيت، انا من 9 وانا نطلب، ما تلزيت انا باش نطلبك باش ناخذ رايك. اي شنو باش تعمل؟ الله هو شنو شنو اللي باش نعمل؟ ما كاش كيستفي ما. واضح؟ شوف. شنو اللي تحبني نعمل انا؟ لا مش انت ايش قررت يا محمد؟ مش انت شنو اللي تحبني نعمل؟ شوف أنا. شوف الخيانه هي خيانه، لكن في الخيانة أيه. فما مستويات. باه. شنو هي المستويات؟ أيه. نجم تستند على اللي صار في الفيسبوك وعلى المساجات وعلى كذا وترفع بها قضية في الطلاق للضرر وراك تطلق، الطلاق ماهوش هارب اليوم ولا غدو. أنا سألتك الرجل هذا قابلته هي ولا ما قابلتوش؟ ما قابلتوش مش هونية لبرا ما نحبش نسمي لك البلاد. يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة. شوف. ما أحلى جينك. خيانة بالمعنى الجسدي وبالمعنى أيه. كذا ما صارش. لا. لكن خيانة على على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي عاقب عليها القانون. مش تيش ناقص يا معلم، تي ناقص كان باش يجي يرقد بعضها في الفرش يا خويا. اي اي هنا انت، هنا انت اللي باش تقرر اللي صار هذا تعتبره خيانه وماكش مستعد باش تكمل مع المراه. انت تقول لي لا انا مش نخسر اولادي، انا فاش نجم نعاون خويا؟ قل لي. فاش نجم نعاون؟ انا ما نعرفش دبر علي خويا، دبر علي. لا مش ندبر عليك، ما نجمش انا يا محمد. حرت وحرت مين يا خويا؟ ما نجمش نقول لك شنو اللي تعمل. انت شنو اللي قررت؟ انا انا حاسك ما تحبش تسيبها المراه، لكن موجوع، لكن موجوع، لكن موجوع. عائله انا ولد عائله و... لكن موجوع عائلتها والولاد ياخذوا الضفنيه باش يتكركب. لكن موجوع 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 مش موجوع. تقولش عليا منفخ بالماء وماكلت ريحه بتل باش مفوتش. انت تحب تطلقها المراه هذه؟ ولادي شو نعملها؟ هنا تحيرني رأ. يا معلم هنا تحيرني يا محمد. باش نطلق ولادي شو نعملها؟ ندخل عليهم راجل اخر انا بقى. سامحني انت حكيت معاها، حكيت معاها ظهر لها عادي اللي عملته ولا عادي؟ لا عادي نورمال عادي. ولي نورمال عادي وقتها نولي ونهز. وريتها المساجات وريتها الدنيا كل؟ يا امي لا عادي فك علينا من اوه يا در شنو عادي يا محمد. وريتها كل شيء خويا. وصع بالك وريتها هو طاوع على ساعه ثانيه وانا نقنع لك. قالت لك قالت لك لي هاكي نورمال عملت علاقه نورمال. قالت لك عملت علاقه نورمال هكا؟ اي عملت علاقه نورمال. قالت لي ليه عملت علاقه؟ عيب لخينا نعمل علاقه مع راجل. هي قلت لها امها حطي كي تعمل علاقه يبعث لك تصويره مرته وتصويره بنته. شنو يبعث لك راجل عريان عمليه ما نجمش نفكر ندوح. باهي باهي فك علينا منها. باهي فك علينا. باهي اسمع محمد. ابا ابا محمد انت نعلقوا التليفون نكلمك غدوه ولا بعد غدوه يجي بحذايا تو نقعدوا نحكي ونشوف شنو نجم. نعم بوزينك يرحم العزوز. سيدي عايشك الى اللقاء. وربي يفضل لك المدى. عايش خويا مرحبا بك سيدي. مرحبا مرحبا بك. نوصل لي 40 دقيقه ما نجمش نزيد معها اكثر. محمد خاطر على اعصابه والروح نتاعو طالعه ويتفكر تصاور ويتفكر كذا يهبل ويدخل بعضه ماهوش عارف شنو هو اللي يعمل. بون خيرت اني نحكي معه نوف. انا نعرف وريته مرتين ولا ثلاثه. راجل طيب وراجل باهي وتحفون ويخدم على روحه وكذا موجوع مسكين دونك محتاج باش يكلم حد. انا هذا اللي فهمته. اوكي انا تو نكلمه ونشوف معاه شنو الحكايه بالضبط. بون نوصل لبرنامج امكانكم التواصل معنا على الرقم 71 113 ألف هو الرقم الوحيد للمشاركة معنا في برنامج سرك في بير. ولا تتصلوا بنا على الانبوكس على الصفحة الرسمية لموزيك فام على الفيسبوك. طبعا تخليوا رقم الهاتف بتاعكم وملخص الحكاية اللي تحبوا تحكيوها الليلة في برنامج سرك في بير. الليلة معايا صديقنا صالح في الأخراس، صديقنا أشرف في الديجيتال وتأمين البث المباشر على صفحة موزيك فام على الفيسبوك، وصديقنا شاكر في استقبال مكالمتكم الهاتفية على الرقم 71 113 ألف. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو عسلامة سيدي. صديقي تحكي بالكيت؟ تحكي بالكيت وإلا كيفاش؟ نحكي كيت. نحكي كيت. لا نحكي الكيت. يعيش خويا ما سي بون. فوالا. ألو ألو مرحبا سيدي. شنو حوالك؟ الحمد لله. اسم خويا المستعار سيدي.
مهدي. مهدي مرحبا بك. مهدي اش تعمل في الدنيا خويا؟ طول ما هو نخدم يعني نخدم انا نعمل نخدم بيتزايولو فهمت، نعمل بيتزا ونعمل بيتزايولو. مرحبا بك سيدي. قداش عمرك قلت لي؟ عمري صحيح، عمري صحيح 30 سنة. 30 سنة مازلت صغير بيرشيو. مرحبا بك. قول لي شبي خويا وش بك متقلق؟ نقول لك تعرف نوع عليه شبي قول لي. ساعات سألت أنا في كافر قلت له توا كي واحد باش يحب يكثر روحه ولا ما، قال لي ليه ليه؟ شكون؟ قال لي ليه مادامك أنت، قال لي ليه مادام أنت وصلت حكيت معايا الحكاية هذي راك أنت بمخك وما تعملهاش. شكون هذايا؟ شكون؟ يعني قابلت بسيكولوج وبسيكاتر. مشيت لبسي اي؟ ليه معناتها مش معناتها في الحبس هذا فهمت، في الحبس يجيني بسيكولوج. انا حبس حبس شنو يا ولدي؟ يا مهدي خلينا نبداو نحكيو خلينا نبداو نحكيو فوالا فهمي خاطر دخلت لي حبس وبسيكولوج. اسمعني يا علي، اسمعني يا علي، انا خويا يتيم فهمتني، الوالده متوفيه، الوالده معناتها على روحه وعاود حياته ربي يرحم. يعني من 2010 كلي في ما تقول في صبر اسقر في حياتك، اعمل هك تخدم، تعرفت على شكون، على بنية يرحم والديها الطفلية معناها ما ننساهم الجملة معناها اي، فهي تعرفت على الطفلة هذه، قلت في بون طفلة هذه طفلة انت دي. عرست ما انت عرست؟ بالله ما عرست، ما عرست اي ما عرست. هاي الطفلة زي قلت نبني معها حياتي بشوية بشوية، أنا نخدم هي تخدم دوبل سالير فهمتني، في باب دينا نخلتو هنا مرة شرينا هذي، هنا مرة خدينا هذي، هنا كذي هم نعملنا اي. زدت عاونت روحي أنا بستي، أنا نخدم سيرفيس كيما نقولوا صباح مثلا من 7 نتاع الصباح 5 العشية، قلت علي الصبر توا دنيا فيه، واحد يبدا يخدم العشية يعمل سيرفيس واحد آخر يعني ما بتعرف معناتها كيف كاس كيف فيها فلوس معناتها اي يعني تخدم لاباس معناتها سافا سا مارش سافا بيه الحمد لله اي. هذيك هذيك الغلطه اللي انا عملتها كان قعدت يعني يعني كان قعدت هكاك في الريتم الاولاني خير معناتها انا كي الريتم الثاني من بعد ذاك اللي تعبت انا معناتها دي تخدم في دوبل فريد باش نفرح روحي باش نفرح الطفله اللي معايا وباش نجيب وباش وباش. تعرفت على واحد صاحبي يلا هذاك ربحوا في اللي هذيك برفقتي حياتي الكل من بعد انا اللي تربحوا. هي يعطاني قاعد انا وياه جبد سيراند قاعد نخسر له وين جبد شنو؟ سيراند زريقه زريقه اي زريقه جبد سيراند كيفاش يعمل نخسر له وين عمل لك خلط درشني ومغرفه خلط شنو؟ خلط حاجه في وسط مغرفه هكا قهوه شعل تحتها بريكية وعملها الحكاية معناتها صدقني معناتها أنا تو دحومة شعبية معناتها أكثر حكاية نعرفها يزرق مادة مخدرة ما تعرفهاش المادة المخدرة شنو؟ ليه ليه ما نعرفهاش ليه أنا وقتها نحكي لك اللي أنا ودحومة شعبية نعرف كل شيء معناها، أما أول مرة أنا وقتها نشوف قدامي الموضوع هذاك يصير قدامي فهمت؟ إي بعد ما زرق الزريقة صار ليه وقت ما زرق الزريقة هو مضمون عليها ديجا ويستعمل فيها معناها قال لي صابر شد جرب شد جيبه شد جرب وقلت لي جربت انا فهمتني اي اللي جربته تعرفوا شنو ولا اي هروين هروين غبرة اي غبرة يا رسول الله اي معناتها نتاع ماك ومرض ويلا كيف قلت اي استعملت الفاز هذيك ما نكذبش عليك تعرف عبارة ولدت من جديد حسيت روحي تعبت معها ونج ومعناتها وعندي طاقة إنرجية ولات عندي قوية على الآخر إنرجية متاع نقعد شهر كامل ما نرقدش وما نكذبش عليك بريا دي كان نحب لي برشا في الخدمة ونحب نخدم ليل ونهار وفهمتني مشيت الحكاية هذيك معناها وليت نستعمل استعمل منين جيب الهيروين؟ نهبط لوسط البلاد نشري معناتها تشري وتلقاه موجود الهيروين بارتو؟ اسمعني انا راني كونتر توا الشيء هذا ليه 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 يا ولدي راني معناتها يا ولدي يا مهدي انا نسال فيك باش نعرف الظاهره هذه مستفحله
وين بالضبط؟ كيفاش؟ في 2014 موجود. الموضوع هذا موجود، اما انا كي روحت في 2018 توا روحت وين كنت يا اخي باش روحت؟ كنت في الحبس ماني في تشديت تشديت مان اي مان باستعمال ماده كيفاش تشديت؟ لا ما صليش باستعمال الماده ماذا شوية شوية كي أنا بديت نستعمل وليت الدوز هذيك اللي كنت نستعمل فيها وليت شوية يعني شوية صحيح وليت نستعمل بخمسين وبمئة ألف كل يوم معناتها لان ايش نوع معناتها ما عادش أنا ناخو في كونتيتي كي نمشي ناخو حاجة مش نمشي ناخو حاجة متاع استهلاكي أنا وكهو معناها لا مش نمشي ناخو استهلاك متاع خمسة ستة عشرة من الناس خيرين معايا علاش ما كانوا ما تخذلهم نقسم نخللهم معناتها هذيك مثال بشيخو هذيك بشيخو مثال بمية مثال عشرة من الناس بشيخو كل واحد بمية 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 أنا نمشي من بحالهم بعد 120 معناتها اللي تتاجر معناتها تبيع معناتها تبيع مش الفلوس اللي تدبرها تشري بهم مرة أخرى صحيح معناتها الفلوس اللي تدبرها وتزرق أنت معناتها تزرقوا هذايا تزرق المادة المخدرة أي السرانج تستعملوها كله مع بعضكم ولا كل واحد سرانج؟ خويا كل واحد مش هكاك مش هسبوا معناتها في رانج من الكل في اخو متاعي وبرا بحال خير وانا عندي متاعي ونستعملها في الدار ونمشي ناخذ من الفارماسي في رانج جديد دونك كل يوم وليت تستعمل في الهيروين زرق. كل يوم كل يوم كل يومي. يوم قداش تصرف على الهيروين كل يوم؟ من البريود الاولاني ما ناخذ لك نتاع 50000 من جيبي 40000 من بعد كي يعني الطفله اللي معايا بدات تفهم و وانا بيدي معناتها حمشي مشيت للطبيب باش نداوي باش كذا عطاني دواء نتاع صار لك هو كي تستعمل كل يوم شنو اللي صار لك؟ من بعد كي تستعمل كل يوم ما عادش حتى سير هو ما يعني ما يعني حتى الطاقه هذيك اللي كانت عندي اللي انا كانت مدالي هي باش نخدم انا ما عادش موجوده ما عادش موجوده بالعكس وليت انا ساعتين كذا ساعه نخدمهم بالسيف يعني ما عادش يعني وقفت حياتي يعني وقفت حياتي وقفت كومبليتمون يا رسول الله اي مع ذيره والبريود هذيك معناتها اموري الماديه قاعده تمشي وتتحسن بسبب شيء عملت مقطع بروجي عملت تجاريه باهيه وقفت على ساقية وميم طون قاعد نشوف في حل كيفاش باش نلاقي روحي هيا قلت رمضان هذايا قلت ربي 2014 رمضان 2014 باش نقص جملة خذت سيفتي أنا باش نقص يزيني ما نجمش نخدم معناتها باش نقعد في الدار نسكر على روحي وما نخرجش شهر كامل نرتاح من كل شيء وميم طون خدمتي ما تضرش معناتها حانوتي ما نجمش نسكرها في سور الأيام في رمضان نجم نسكرها شهر كامل فهمت شنو معناتها إيه قصيت على الهيروين ولا؟ لا مشيت الحبس قبل رمضان كيفاش مشيت الحبس؟ مشيت الحبس الصباح مشيت الحبس مع الجاني الحاكم بالذمه قال لي انت فلان وفلان وجيناك بالذمه واسمع واقسم بالله العظيم ايا انت معناتها نحكي لك انا على الخفيفه نتاع الناس معناها معناتها شفت حتى كي مشيت للحبس انا معناتها اللي بعثني للحبس يبيع هو في الهيروين ميكوم كوا معناتها مشيت الحبس على اساس انك تبيع انت مشيت صحيت الحال على اساس انك قداش شديت حبس؟ اربع سنين قداش شدوا عندك ماده مخدره؟ شدوا عندي 10 حبات معناتها 10 معناتها 5 جرامات 5 جرامات هيروين 5 جرامات 5 جرامات هيروين وتحليل نزيف انا خاطر ما نتكيفش انا فاكر ايه مالكيفاش تحلل الحبس شدك بالبضاعة معناتها ليه والله ليه انا قسما بالله العزيز ريتي عليه 5 جرامات هذوكم حتى اللي تشديت بيهم والله العظيم تاعي انا وباش نستهلكهم يعني ايوا لو حتى الاستهلاك الخاص تدخل الحبس اي ما برش 4 سنين وشهريا لا هذاك هو الحكم يتسمى سنة حسبت انا راني تحسبتي مازلت تزرق فيها الهيروين انت تو؟ انا تو نحب نعاود حياتي من الاول جديد مازلت تزرق في الهيروين تو ولا؟ اخي كيفاش الواحد يوصل للفم لفعة ويخرج من الفم لفعة ويعاود يرجع الفم لفعة مرة أخرى مازلت تزرق في الهيروين تو وإلا لا يا مهدي؟ مازلت لا 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 مازلت
علي ايش نقول لك انا حاجه، انا راني نحكي راجل معاك علاش سكت وما حبش تجاوب ديريكتومون؟ ريت الحكايه هذيك تقعد وتعمل لي ابيل في مخي، تعمل لي ابيل ما نعرفش فما حاجه حتى في وسط مخي، ليش تعمل لي ابيل؟ وقتاش تصير الفاز هذيك؟ وقت نحس روحي وحدي، خاطر انا وحدي ما عندي حد في الدنيا، معناتها انا توا كنت راه الاستوديو نتاعي وحدي، معناتها عندي كل شيء انا اما وحدي. روحت الحمد لله به البنيه اللي كانت معايا اللي هي عوضت لي كل شيء، معناها الطفله هذيك انا توا قسما به العظيم اخر مره توا عندي 5 أيام من وياها، يعني قفت انا ليها زنقه حاده، قالت لي صابر في بونت عادي 4 سنين حبس، قالت لي يا مهدي انت عادي 4 سنين حبس، كملت حبسك روحت انا راني معاك في كل شيء الا الموضوع هذاك، وانت راني حاسبتك اللي انت عملته الموضوع هذاك من اللي روحت ومن اللي اسمع. والله دقيقه برك خبرك، فما دي كومونتير انا ما نفهمش فيهم الحكايه هذوما، اما يقولوا لك مستحيل الهيروين ب 40 وب 50 دينار، الهيروين من المخدرات الغاليه برشا معناتها اللي تتجاوز اضعاف 10 مرات المبالغ اللي قلتها. راه انا مش تاخذ في حبه ب 40، مش في ربع ب 40، تنجم تاخذ شطار ب 100، تنجم تاخذ ربع ب 40، فهمت، تنجم تاخذ شطار ربع ب 25، فهمت خويا. ومازال هذا يتباع هذا في تونس؟ انا كي روحت اقسم بالله دخل الاحوام بارتو، في لافايت، في وسط البلاد، في رد مارسي، في بارتو. والله العظيم امنيتي انا نعمل فيديو وتعرف ندور عليهم بالواحد بالواحد، والله العظيم يعني الشيء مستشري بطريقه غريبه. في مو بالله شنو انواع المخدرات اللي مستشريه؟ توا فما سوبيتكس، فما هيروين، فما كوكايين، فما اكسترا، فما ما تحكيش على كل ستايل والباركيزول وزكلة، هي معناتها زكلة معناتها كيما نقولوا انا ما... انا واحد من الناس معناها كونتر، واحد يشد واحد يتكيف في جونتا يهزو الحد، فهمت؟ اما نحكي لك على الدرق على 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 مش هذا تو موضوع، انت تو دخلتني معناتها في موضوع حتى نفسي بعد التصنيفات. يقول لك هذا راهو انسان سافابا، وانا لا بالعكس انا انسان مريق في حياتي، الغالب غلط خلصت. اي تو بطلت الهيروين ولا؟ انا تو انا تو لاباس ما عنديش مونك حتى شيء. علاش حكيت على الحكايه؟ علاش شنو؟ علاش حكيت لي الحكايه هذه؟ انا علاش حكيت لك الحكايه هذه؟ خاطر على خاطر هي مش الحكايه هذه تو، معناتها انا احكي لك الحكايه هذه خاطرني روحت، كي روحت خسرت كل شيء منها، خسرت حس روحي حتى نظره الناس، معناها كلي الفاميليا قاربك هكا تبدلت، معناها طبيعه عمال الناس تبدلت. علاش انت قلت اوتوماتيكمون بالطبيعه؟ انا غلطت خلصت في بون، انت تو باش تعاود. اي خلصت ما تعودش انت يا مهدي، ما تعودش حتى واحد ما ينجم يحاسبك، ديجا اخذت حقك بالقانون والقانون حاسبك. اكيد حاسبت انا تو تعرف الحمد لله روحت راني نخدم، انا قلت لك عندي صناعتي نخدم، معناها الحمد لله نمشي نخدم. الحمد لله خويا طريحه التوبه، انت هاك انت هاك جربت وخسرت. فوالا هاي درس للناس اللي يسمعوا فينا اللي يستعملوا في المواد القاتله. ليه رد بالك؟ ليه بطل؟ ليه برا امشي؟ باهي سامحني باش يبطل، اي باهي باش يبطل، اي باش يبطل يا اخي سهل تبطيل، لازمك سونتر باش تبطل. انا مشيت انا 2014 سقي حسيت مشيت للجبل الوسط مقام سكر سكر، فما كان صفاقس صفاقس وسكر، مشيت للصفاقس، الصفاقس قالوا لي باهي انا هاني قادر باش نخلص بستانية تلف ولا قداش، وتقعد تستنى 6 شهور ولا 8 شهور اي حتى تلقى بلاصه يا سير. نعم انا في 6 شهور نموت. انا عملت فيه روبورتاج، انا عملت فيه روبورتاج السونتر نتاع صفاقس، ديجا هاكا وقع الحاق توا بوزاره الصحه باش يعتبر هيكل صحي من هيكل وزاره الصحه، باش يكبر ويتزاد له ماتريال على الاقل باش ينجموا الناس يداويوا غاديك معناتها، ويقبل عن طواعيه الناس اللي تستعمل في مواد مخدره واللي ما نجموش يبطلوا، هو لمقاومه الادمان. وطبعا الدخول للسونتر هذوما راهو يلغي التتبعات الجزائيه والقانونيه في حق المدمنين، معناتها انسان يحب يداوي ينجم يعمل حبس راهو. انا
المهم بطل وما عادش تستهلك. شكرا ليك يا مهدي يعطيك الصحة. سي بون كملت ولا يا والله يا علي بنحب نحكي لك حكاية أخرى في بيني وبينك معناها بالجولة. لا مش بيني وبينك الناس تسمع خير. لا 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 نصيحة نصيحة معناتها اللي أنت باش تمدها لي بيني وبينك معناها معناتها باش تنصحني كعبها أخوك. أول بنية اللي كنت معايا على هي ما زلت معايا لتو معناها معناتها بيني وبينتها رولاسيون كبيرة ياسر معناتها معناتها نحسبها هي أختي هي إيش بيك قول إيش بيك مهدي مهدي لخص لي إيش بيك إيش بيك إيش بيها أنا قاعد نتحب صورة واحد قاعد نتحب صورة واحد مخي قاعد كلي زعما عملت غلطت لي كذا بورتو اللي انا كنت انت اللي غلطت لا عادي زي عادي انت اللي انت اللي غلطت ودخلت الحبس توا جاي بعد اربع سنين باش تحسبها مخها غلط في مخك انت باش تحسبها زعما غلطت ولا ما غلطتش تيزي انت غلطك انت اكبر وافدح من سيب الطفله حاجتك بيها حاجتك بيها انت الطفلة نحبها باهي حاجتك بها دقيق باش تاخوها ولا دقيق دقيق وقفت معاك وانت في الحبس ولا وقفت معاك باهي الكلمة اللي قلتها توا اسكو وقت اللي انا في الحبس هي قلتت ولا ما قلتتش تنساها من مخك وقفت معاك ولا ما وقفتش اشترخ معاك برشا اربع سنين اي وقفت معاك ولا ما وقفتش وقفت باللي تنجم اخي والتوا معاك ولا والتوا معاك ولا وقفة والتوا وقفت معاك بارك كبش في الطفلة وصلي عني بيه ويزي من البلاد والركاكة متاعك ومعاش تعاود حكاية وقت اللي انا في الحبس هي غلطت ولا ما غلطتش برا صلي عني بيه هديك اي مرسي بوكو اي تصبح خير الى اللقاء. مازالت شوف مخي بالراجل كيبدا عنده منطق اناني تاوا هو اللي غلط ودخل الحبس وحاسب في الناس تتحاسب في الناس على شنو؟ المرة وقفت معاك ومازلت معاك وتحب تاخذك، وانت تقول لي زعما انا من 2014 حتى 2017 دخلت الحبس، اسكو غلطت ولا ما غلطتش؟ دونك لا هذا شنو نعملوا ريواند نجيبوا كاميرا فيديو ونرجعوا اربع سنين لتالي اش عملت الطفله واش ما عملتش؟ عيب ما يتقالش الكلام هذا. يلا مازلت نستنى تليفوناتكم على الرقم 71 113000 71 113000 راجعين. تعليل في برنامج سرك في بير للتواصل معنا بإمكانكم الاتصال بنا على رقم 71 113000 المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير. ألو عسلامة. ألو عسلامة لله مرحبا بك. أعيشك ميرسي. مرحبا اسم أختي المستعار في آية. ها آية مرحبا بك يا آية قداش عمرك؟ 27 27 سنة اش تعمل في الدنيا؟ نخدم. تخدم مرحبا بك لله. شو مسهرك معنا الليلة وشنو اللي مقلق اختي؟ tout d'abord merci pour m'accepter pour parler à la مشكلتي. انت منين تتكلم الساعة؟ من سوسة. من سوسة مرحبا بك مرحبا. من سوسة مرحبا بك. عايشك. حبيت نتكلم شبيه لكنتك هكا ولهجتك هكا انت سامحني شبيه اللهجة متاعك هكا تحكي بالعربي مكسر معناتها عربية الدارجة مكسرة بو ما نحكيش بالعربي برشا على خاطر نحكي من تنجم تفهمني انت تونسية ولا انت تونسية ما نعيش في البرة تونسية معناتها اي تونسية مي ما نروحش ما تروحش ديما مرحبا بك اي قولي قولي شنو اختي اي حبيت نقول على مشكلتي افيك مون اكس فيونسي وين تعرفت عليه الساعة؟ تعرفت عليه في قنطاوي في سوسة معناتها في سوسة فوالا تعرفت عليه و دون 3 mois جاي يخطبني جاي يخطب فيك من داركم فوالا داركم في تونس وي كان امي ما مش في تونس فوالا كان عائلة بابا وعائلة عائلته هو اي دون 3 mois في الجمعة الأخرانية خطبنا وكل شيء عملتوا خطبة وكل شيء عملنا خطبة فوالا ومن بعد بدينا نتعرفوا على بعضنا من الأول مهلا هو جابني ياسر ومن بعد
بدينا بالمشاكل. شنو من المشاكل ترى؟ خطر اني نروح ونمشي لتونس ونرجع. سمعني. كل مرة الغيرة نتاعو ياسر ياسر. هو مغيار برشا، هو مغيار برشا فولا. يغير عليك انت ما انت. يغير من اي حاجة غيرة يردها معناها يغير عليها برشا. بعد يا أخي كي نتعارك مع بعضنا يتكلم مع صاحبتي. صاحبتي من تونس هي، يعرفها هو، يعرفها من أني نعرف عليها. اي سمعني يحكي معها فيش؟ يقولها تتكلم مع فروزين، قلها راني معناها من قصد شوالي نرجع ومطعمنا كون هي سؤال، هي اللي تقول تكلمني ولا باش نرجع نتكلمه. واني نبدا العصابي في فرنسا ما نجمش نتكلم معاه ديما، سينو نهبط لتونس نوليو في المشاكل ديما ديما. يا اخي ولا يكلم فيها هي وجا نهار العيد ميلاد متاعي. عيد ميلادك انت في فرنسا ولا في تونس وقتها؟ وقتها اني في فرنسا. كيف قريب يجي لعيد ميلاد نهبط اني لتونس. قبل نهارين ومشيت للاستاتيسيان، هو طلبني قال لي اوكي بيان سور اني نهبط لتونس. نقول له انت ما قلتلوش نو سي، قلت له نهارتها. وجاي روح بيا اني عندي داري. نعطيه المفتاح هو يقعد فيها. وكيف نهبط لتونس نمشي لدار مع نمشي لدار كاي فوالا. يا اخي روح بيا من الاستاتيسيان لحالات باب الدار، نلقى صاحبتي هذيا في الدار هو معاك وهو داخل معايا فوالا. كيفاش هذا؟ شنو يحب فوالا؟ يا اخي فوالا كي دخلنا للدار وحليت في الصالة اون ديغي اني في بالي لو جور دو مون انيفرسير وكل شيء، مي في الصالة مش عامل حتى ديكوراسيون تاع انيفرسير ولا حتى حاجة. تلقى صاحبتك غادي في الدار، نلقى الطفلة فوالا. اش تعمل هوني؟ قل شنو تعمل هي؟ تهزني عندي داري اس بلس دو، هزتني البيت الثانية اللي هما عاملين فيها لا سوربريز اي تو. إل ما دي حبيت نعمل لك سوربريز مع صاحبتك. وي جوايوز انيفرسير ونحبك ودر شنيا. والبنية هي فوالي. فوالي مش مدينة. مدينة فوالا. حملتها اني بصراحة جيتي تري ستوبيد، حملتها ميرسي وكل شيء، وهو زاد ميرسي والما دوني ان كادو اي تو فا بيان. يا اخي من بعد في السهرة شربنا وهي ما تشربش. من بعد هي تبدلت كاريمون، جو سي با، ما نعرفش شنو اللي صار لها. ابارامون الى دوني اكستا. لشكون؟ للطفلة. شكون اللي عطاها الاكستا؟ هو اي عطاها الاكستا. اي صار وهو زاد اي واني نشرب هو يعرفني كيف نشرب. جو بابا معناها نعمل حاجة هكا ولا هكا، خاطر ما نعملش حاجات المخدرين. مي سي نورمال كو نشرب عادي. ابخي نشوف الطفلة نحات لا فولاخ
واخده راحتها بالباهي بالباهي. وهو قال يحملني هكا ويمسها هي او ميم طون. يا رسول الله. فوالا. واني راني فايقه ماء عمال روحي مش فايقه مش فاقت بيه. يا اخي شفتو بعد خرجت وعاودت رجعت لقيت يبوس فيها. يبوس في الطفلة والطفلة نحي شعرها والطفلة معاه تحمل فيه يحمل فيها. وقدامك انت هذا. ولا هذا هو اللي هبلته أنا. قدامي كل شيء. أبخي قعدت ساكتة ساكتة. هي تقول لي جوايوز انيفرسير ومن بعد تمشي ومن بعد جو سي با تتصرف بيزار. من بعد مشيت لبيتي. كيف مشيت لبيتي هو جاي. هي تعبت سامحني. هي تعبت يا اخي هذا الفرشي. وراقدت وبخي اني قلت له سي بون راني تعبت. مشى هزني للفرش زاد هو حملني هكا وباقي يشد في الطفله هي بيدها اوني غير معناها اني نخسر له هكا ومش يحب يوريني اللي هو يحمل فيها يمس فيها. يا اخي قلت له انت انت نورمال يا اخي. قلت له انت مش متربي مش راجل. ما عادش نكلمك. المادي علاش تقول هكا؟ حس بيا اللي نفقت بيه. هو يقول ولا هذه فرزان سكرانة وكل شيء والطفلة مش فايقة ألو خليني يعني الفايق فيهم نعمل اللي نحب عليه. يا أخي مشيت في الصباح هي أني رقدة وهي روحت بعثت لي ميساج قلت لي أنت سبب في كل شيء ما عادش تكلمني. بو أني ما فهمت حتى شيء. الطفلة ما تكلمنيش هقداش من شهر ما تكلمنيش ما تكلمنيش هل ما بلوكيش في فيسبوك. وبعد هو نحكي معاه يقول لي انه هي حب تعمل هكا وتحب تبعدني عليك وديما انت تبدأ مش في تونس تقول لي راهي عندها كلكان غاديكا وتقول لي تتعارك وديما تجي معايا ديما تخليك انت غلطة حبيتني انتقم منها وانت راك عززتي نحبك انت وهي ما تكلمهاش وترشنا اوني غير معناها يحكي معايا دو تيل فاسون تقعد هكا وتقول وي عنده الحق ونرجع نكلمه عادي. انت مازلت معاه خطيبك هذا؟ سانسيغمون ما زلت معاه وما زلنا في المشاكل واني مانيش فاهمه حد شيء مانيش فاهمه كيفاش اني نتصرف معاه ونرجع له ديما كيفاش اشاك فوا يعمل لي حاجه خايبه ونرجع له ديما. سامحني انا اللي فهمته من استدعاء البلانيه هذيا معاك نهار عيد ميلادك تفهم فيا؟ وي حاب يغلطكم الناس كل. هذا علاش اللي أنا ما فهمتش شنو نتصرف. لا هذا يتبعد عليه هذا. هذا عنده مشكلة هذا. عنده مشكلة. ألو هو كيف قال لي هكا هي طفلة مرة صارت جازت. هو كان معناها يحكي لي قال لي راني ما قلتلهاش هكا. وبعد هي كي جات قدامه قالت لي وي راني قلت هكا. هي شنية الحكاية اني ما نعرفش نتكلم برشا نكبتي برشا.
سي بوغ سا حسيت روحي ضايعة اي ضايعة ماكش فاهمة الحكاية ويتهمزوا عليك فولا الزوز معناتها. فولا مانيش فاهمة حد جاي كيفاش نتصرف، والله مانيش باش نفهم، حاسة روحي شوي تخو بيرتوربي، ما عرفتش اسمع نوع اسمع، نتصرف. انت سيد ذي حاجتك بيه ولا اني بوغ اتخ سانسيغ نحبو باهي تحبو، يفسر لك شنو هو اللي صار نهار عيد ميلادك بغداد. فسر لي وكي نقول له شنو هو الناس اللي صار، يقولي شنو هو اللي صار لور نهار عيد ميلادك، شنو هو اللي شنو فهمت؟ اللي صار. قال لي راهو اني حبيت نعمل لها جيست خايبه، اي على خاطر هي ديما تشبك فينا انا لا 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 وانتي. لا لا ديما تشبك فيكم ويعمل لها جست خايبه، ما يجيبهاش لدارك الساعه من غير ما يقول لك على اساس باش يعمل لك سوربريز، وهذه جات لدار والمره هذيك الله اعلم جات لدارك قبل قداش من مره. اثنين كان يحب يعمل لها جست ما عادش يكلمها وما عادش يدور بها ويقول لك ما عادش تكلمها وما عادش تدور بها. سيد هذا يلعب وقاعد يفدلك ويحب يعمل حاجات ماهيش مقبوله، فهمت؟ ولا وي فهمت ولا ما فهمتش؟ معناها اني غلطة فيها. مش غلطة فيه، شنو اللي انت اللي ريتو نهار عيد ميلادك في الدار؟ لوجيك عادي؟ ريتو عادي؟ سي با نورمال، سي با نورمال، مش عادي. وي ماهوش عادي، طونكو ماهوش عادي، السيد هذايا ماهوش طبيعي، ماهوش عادي. وانت من بعد تعرف شنو اللي عمل ايه؟ اللي عامله مش طبيعي. وي فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ وي وي سي فغي مش طبيعي، مش طبيعي. مي المشكلة وقت يحكي لي يقنعني نقطة نقطة تقتنع تقتنع فوالا تقتنع على الاخر، معناها نسكت ونقول وي كاريزون ونرجع نورمال. معناها في أي حاجة في أي حكاية يقول لي انت الغلطه، نفسر لك علاش، على خاطر انت مش تعرف تونس. سامحني 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 السيده ذي جايب طفله يبوس فيها قدامك ومرقدها في بيت نومك ويتلمس فيها ودرى شنو ودرى شنو. سامحني هذايا ما هذا ما ماشيش، ماهوش لايق، عيب عيب. السيده ذي ثبت امورك معه، اني با نورمال داكورد وآية. وي تو في تريز اتونسيون، ثبت امورك، رد بالك وعرف شنو اللي قاعده تعمل. داكورد لله. وي ميرسي انفينيمون. يا عايشك يا لله، عايشك يا لله، لقاء تصبح على خير. ماضي ساعه و38 دقيقه على موزايكا فما زلت ما حطيتش ماضي ساعتين نتاع الليل. ناخذوا زوز انغام قصار وناخذوا المكالمه اللي فيها الاخرانيه.